طلاب السادس الإعدادي فرع التطبيق والأدب والفنون، أهلا وسهلا بكم في أسئلة مادة الإسلامية امتحان الدور الأول 2022-2023. السؤال كان الأول هو أحكام التلاوة، ما حكم النون الساكنة والتنوين في الآية الكريمة الآتية مع ذكر السبب؟ قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحفظ. السؤال الثاني: اجب عن فرع واحد فقط. اولا، اكتب ما حفظت من سورة آل عمران من قوله تعالى: لن تنالوا البر الى قوله: فاولئك هم الظالمون، واضبط اواخر ما تكتبه. ثانيا، اكتب ما حفظت من سورة البقرة من قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا، الى قوله: واولئك هم المهتدون، واضبط اواخر ما تكتبه. الفهم والمعاني. السؤال الثالث: اولا، اجب عن ثلاثة افرع. قال تعالى من سورة الأنبياء: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بأي شيء خاطب الله تعالى المشركين في قوله أعلام؟ قال تعالى من سورة البقرة: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الكافرون تصحبهم اللعنة في نار جهنم، ما تأثير ذلك عليهم؟ قال تعالى من سورة الأنبياء: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون. بأي شيء حاسب الله تعالى المشركين في الآية في قوله أعلى؟ ما الذي اتضح لنبي الله موسى عليه السلام من خلال مرافقته العبد الصالح؟ وضح ذلك. ثانيا، أعطي معاني خمسة من المفردات القرآنية الآتية: ضار أهل الذكر، محدث الضالون، تمنى على الله بعد إيمانه. الحديث النبوي الشريف، اكتب حديثا نبويا شريفا يدل على محاسبة النفس. النفس كثيرة الشهوات، كيف تكبح جماحها؟ التهذيب، أجب عن أولا أو ثانيا. أولا، عرف الغضب وما بواعثه. ثانيا، وصف سلمان المحمدي رضي الله عنه الإنسان المتكبر ومنزلته، وضح ذلك. السؤال السادس، أجب عن فرعين: هل أدرك المسلمون الأوائل أهمية التقارب في مستوى المعيشة بين الناس؟ وضح ذلك. متى يحق للدولة التدخل في تحديد الأسعار؟ في الحروب تكثر النساء ويقل الرجال، ولا بد من إيجاد حل لهذا، والحل يكون بأمرين، فما هما؟ شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.